ما هو رأيك بالهدنة وإلى أين وصلت في مدينة حلب؟ أنا برأيي بالثورة ما في شيء اسمه هدنة. الهدنة لما بدها تصير وبنقبل فيها بدها تكون هدنة على جميع الأراضي السورية، ولازم تقبل فيها جميع الفصائل دون استثناء. الهدنة المؤقتة أو الهدنة المجتزأة هي بتشكل خطورة على الثورة، لأما الهدنة بتكون شاملة وبده يلتزم فيها النظام، لأما نحن ما بنلتزم بالهدنة ولا لازم ولا أي فصيل لازم يلتزم بالهدنة، لأن الهدنة هي بتضر الثورة. هذا الأمر الأول. ونحن بنعرف إنه النظام دوما عم بيخرق الهدنة، لكن من طرفنا للأسف شباب عم بتقيدوا بالهدنة، يعني معظم الفصائل عم تتقيد بالهدنة لكن من طرف النظام ما عم بتقيد بالهدنة، يعني عم بكون في قصف عدة أماكن بالمدن وبالأرياف، ومع ذلك بيدعوا إنه هي هدنة. الهدنة ما إلى صالحنا ولا إلى صالح الثورة، وأنا برفض الهدنة وأنا مالي من مؤيدي الهدنة نهائيا. بالنسبة للهدنة في مدينة حلب هي فاشل بامتياز، أو بالأحرى ما كان في هدنة، يعني من أول ربع ساعة قصف بقذائف حي السكري، ضرب الرشاشات الثقيلة مساء بالريف، استشهد مواطن بحي الزبدية كمان استهدفوه برصاصة قناص من الإذاعة، يعني عن أي هدنة عم يحكي؟ اليوم الصبح عفوا امبارح بالليل كان في اقتحام لهم على الكليات كمان، يعني الجيش ما هذا ابدا، وين هي الهدنه المزعومه تبعيتهم؟ ما شفنا منها شيء. بالنسبه للهدنه المزمعه عقدها واللي لحد الان ما شفنا منها شيء، للاسف الهدنه يعني حتشمل فقط معونات وامور طبيه، وهالامور نحن لسنا بحاجه لها، موجود عندنا متوفر الغذاء والامور هي ان شاء الله تعالى. لكن نتمنى لو كانت الهدنه تنفتح وتكون تشمل كل شيء، نحسن ندخل امور صناعيه، محروقات، تعيش حياة طبيعية إذا فعلا حريصين على حياة الشعب. بس كما عهدناهم أمريكا وروسيا تكذبان وتعملان لصالح النظام، لذلك هالشيء ما راح يعود بشيء على صالح الشعب الحلبي أبدا ولا صالح الشعب السوري كله. لذلك نتمنى الفصائل ترد على الهدنة بالطريقة اللائقة ويخصوا النظام ويقتحموا مناطق جديدة. طبعا نحن بالشعب الحلبي ضد الهدنة بشكل كامل، لأنه الهدنة من أول يوم لها، من أول ساعات تم اختراقها من قبل القوات الروسية. القوات الروسية اخترقت الهدنة أكثر من القوات النظامية الحكومية اللي بسوريا. تم اختراق الهدنة في حي الزبدية في ضمن حلب المحررة من قبل الجيش السوري عن طريق إطلاق رصاص قناص على المدنيين، وتمت إصابة شخص ومقتل شخص آخر. وكمان الهدنة تخترق ولكن توثق بشكل كامل من قبل روسيا المحتلة والنظام السوري. فاختراقات بالهدنة ما صار في أي اختراق من قبل الجيش الحرق والمعارضة، الاختراقات كلها كانت من قبل الطرف الآخر، هو طرف الاحتلال الروسي والأمريكي الروسي والسوري.